السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة هدى، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ المستوى الثاني ابتدائي. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة جيدة. إذا أعزائي التلاميذ، حصة اليوم مخصصة من موضوعنا حالات المادة، انتقال الطاقة والكهرباء، لكن نحن ما زلنا في حالات المادة، وحصة اليوم مخصصة لمعرفة بعض خاصيات الحالة السائلة. إذن أنتم مطالبون في هذه الحصة على أن تتعرفوا على بعض خاصيات الحالة السائلة. إذن على بركة الله نبدأ الحصة، ونبدأ بوضعية الانطلاق. يريد مصطفى معرفة تأثير ميلان الإناء على السائل. إذن لاحظوا الصورة جيدا وحاولوا أن تستخرجوا سؤال التقصي لهذه الحصة. إذن أعزائي التلاميذ، من خلال وضعية الانطلاق، سؤال التقصي الذي يمكننا أن نطرحه هو كالآتي: هل ميلان الكأس غير سطح السائل؟ إذن بعد أن أصبح الكأس مائلا، هل تغير سطح السائل؟ إذن هذا السؤال يحتاج إلى فرضيات، والفرضية المقترحة هي كالآتي: ربما يغير شكل السائل ولا يغير اتجاه سطحه. يعني ميلان الكأس يمكن أن يغير شكل السائل، لكن لا يمكن أن يغير اتجاه سطحه. إذن لكي نتحقق من هذه الفرضيات، نذهب إلى نشاط التحقق. ألاحظ التجربة التالية ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة: شكل عادي مائل أفقيا. إذن لاحظ الصورة الأولى، كيف هو هذا الكأس وكيف هو شكل سطحه؟ إذن هذا الكأس شكل سطحه عبارة عن خط أفقي. نلاحظ جيدا، شكل السطح عبارة عن خط أفقي. الآن أصبح الكأس مائلا، الكأس أصبح مائل، كيف هو سطح هذا الماء؟ كيف هو سطحه؟ لاحظوا جيدا، نعم سطح الكأس أيضا أفقي، سطح الكأس أفقي. الآن غيرنا الكأس، غيرنا عفوا الماء من الكأس إلى القارورة، نقول بأن الشكل شكل الماء أخذ شكل القارورة، لكن سطحه كيف هو؟ سطحه أيضا أفقي. إذن من خلال هذه التجارب ماذا يمكننا أن نقول؟ نعم، أن سطح الماء أو سطح السائل خطه دائما يكون أفقيا. إذن الآن يمكننا أن نجيب عن هذه الجمل. إذن يكون اتجاه سطح الماء أفقيا، يكون اتجاه سطح الماء أفقيا، سواء كان الإناء الذي يحتويه في وضع عادي، أي الإناء عادي، أو مائل كما موجود في الصورة 2. إذن أعيد الجملة، يكون اتجاه سطح الماء، قلنا بأنه دائما أفقي، سواء كان الإناء في وضع عادي أو في وضع مائل. إذن الآن ننتقل إلى الجملة الثانية، يأخذ الماء شكل الإناء الموجود فيه. إذن يأخذ الماء شكل الإناء الموجود فيه، إذن كما في الصورة الثالثة، كما تلاحظون بأن الماء أخذ شكل القارورة. لكي نفهم أكثر نذهب إلى نشاط أنجز. هيا الآن نقوم بإنجاز هذا النشاط. ألاحظ اتجاه سطح الماء وأضع علامة فيه في الخانة المناسبة. إذن لدينا اتجاه سطح الماء، لدينا 5 قارورات، سوف نلاحظ اتجاه سطح الماء ونجيب إن كان صحيح أم خطأ. إذن لاحظوا القارورة الأولى، كيف هو سطح الماء؟ سطح الماء أفقي، إذن اتجاه سطح الماء صحيح. لاحظوا القارورة الثانية، كيف هو سطح الماء؟ هل هو أفقي؟ لا، سطح الماء عمودي، إذن الإجابة خاطئة، لأن نحن قلنا بأن اتجاه سطح الماء دائما يكون أفقيا.
لاحظوا أيضا القارورة الثالثة، سطح الماء ليس أفقي بل مائل، إذن خطأ. ننتقل الآن إلى القنينة الموالية، كيف هو سطح مائها؟ نعم أفقي، إذن هل صحيح أم خطأ؟ صحيح طبعا. القارورة الأخيرة أيضا سطح الماء أفقي، مع أن القارورة مائلة إلى أن سطح الماء أفقي، ونحن قلنا بأن دائما اتجاه سطح الماء أو اتجاه سطح السائل بصفة عامة يجب أن يكون أفقي. ننتقل الآن أعزائي التلاميذ لملخص لهذه الحصة. إذن ليس للجسم السائل شكل خاص. إذن ما معنى الجسم السائل؟ الجسم السائل هو الماء، الزيت، العصائر، الحليب أيضا، كلها تسمى أجسام سائلة. إذن ليس للجسم السائل شكل خاص. ما معنى ليس له شكل خاص؟ أي الجسم السائل يأخذ شكل الإناء أو شكل الكأس المتواجد به، إذن ليس له شكل خاص. الجملة الثانية، يكون سطح الجسم السائل الساكن دائما أفقيا. كما تعرفنا قبل قليل من خلال نشاط أنجز بأن سطح الجسم السائل دائما أفقيا. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ وتنتهي حصتنا. شكرا جزيلا على حسن تتبعكم، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.